مشيو يعني للشق التقني اللي كان متوقع ان محمد البكاري هو اللي يكون يعني المدرب المقبل ديال فريق الجمعيه السنويه بدلا من اللاعب ابو بكر وطاره. وبالمناسبه فالبكاري فهو كان اشرف على حصص تدريبيه وكان يعني بدا تيوجد مع الفريق حتى انه وضع يعني بعض اللاعبين انهم باش يوقعوا الفرق، لان كنعرفوا بان جمعيه سلفه عنده مشكل ايضا ديال التركيبه البشريه، ولكن يعني كيجي داك المستجد هو انه التحق الطاقم التقني كما ذكرتي مع فريق الرجاء البيضاوي مع المدرب جمال السلامي، وهنا بقى يعني الفارق التقني بالنسبه لفريق الجمعيه السلاوي اللي غادي يكون يعني مضطر انه يبحث على مدرب جديد، لانه لحد يعني الحصه ديال يوم امس فالفريق مازال تحق به حتى شي مدرب، لا مدرب ولا حتى المدرب المساعد، بالتالي فحتى المدرب المساعد اللي كان في الموسم الماضي عبد الله المعروفي حتى هو يعني اللاعب السابق ديال الجمعيه السلاوي اللي لعب ايضا في مع الجيل الذهبي فهو ما استمرش مع الفريق، وكان بكاري بوحدو كان يعني يقود التدريب في انتظار انه يتعاقد مع المدرب المساعد، ولكن مع الرحيل ديالو فبقى الفارغ لا على مستوى المدرب ولا حتى على مستوى المدرب المساعد. واللي كيواصل يعني التدريب هو المعد البدني مصطفى الفريتي، هو اللي يعني كان بدا يعني هو اللي بدا بريباراسيون مع الفريق، وايضا لحد الان هو اللي كيدرب واللي شرف ايضا على الحصه التدريبيه في دار يعني التعاقد مع مدرب جديد. لحد الان تيبقى الغموض بالنسبه للفريق شي اسماء تروج ولا ما كاين والو غير الغموض فقط؟ بالفعل بالفعل كاين غير الغموض، يعني مازال ما كاينش يعني حتى ذاك الرحيل ديال البكاري فهو يعني فاجئ يعني حتى المسؤولين، ان المدرب ملي كيبدا يعني التدريب ديالو مع الفريق وتيتم يعني راه تم اتفاق على كل شيء، ولكن فجأة حتى انه الوقت اللي كان يعني كان يعني مشى البكاري فكان يعني كاين تنظم انه كان تيدير مرحله ديال التكوين، وبالتالي فالفريق فهو كما تيقول بقات على الاستفهام واش غيرجع ولا ما غيرجعش قبل ما يتم الحسم ديالو، وبالتالي فهذا الوقت هذا يعني مازال ما كاينش هناك شي اسم اللي بحثوا يعني حتى الاسماء ما كاينش انا اللي تروج، كان صحيح كانت قبل يعني مجموعه من الاسماء كتتنافس مع يعني مع المدرب كاري، يعني كان الاسم ديال الخياطي تاوي الجبال خالد فهامي ايضا عبد الاله البختي، يعني مجموعه من الاسماء ديال المدربين اللي كان ممكن انه يتدرب، ولكن يعني غنشوفوا ايوب يعني في الايام المقبله، ولو ان الوقت كما تيقول راه ما تيرحمش، يعني كنعرفوا بان انطلاق ديال البطوله، وكنظن بان الجمعيه السنويه فيها بعض كثير من الوقت لان المدرب غادي يجي فخصو بسرعه يعني يكون عنده عمل كثير على مستوى التركيبه البشريه كما قلنا، يعني فهي خاصه لاعبين يعني مقياسا مع المستوى المخيب اللي كنظهر به الفريق، وايضا حتى على مستوى التدريب على مستوى التواصل ديالو مع اللاعبين، وبالتالي تاكد بان كاين واحد الصعوبات بالنسبه للفريق الجمعيه رغم ان ما كنت كنتمنى بان داك السيناريو ديال الموسم الماضي ما يتعادش، ولكن كتبان الاستعدادات فهي واحد الصعوبات وعراقيل كثيره. اذا هذا ايوب فيما يخص الجانب التقني كما قلنا مازال على الاستفهام شكون المدرب اللي غادي يقود يعني السفينه ديال الفريق، ما كاينش لا مدرب مساعد ما كاينش حتى المدرب، فقط كاينين مصطفى يعني الفريتي المدرب او المعد البدني هو اللي كيقود التدريب، وايضا المدرب ديال الحراس هو مراد بنونه حتى على مستوى المباريات اللي بديها فهي ما كاينش، بالتالي فالفريق لحد الان فهو كيتدرب ملعب بكر عمار بسلام. نمشيو ايوب الجانب يعني ديال الانتدابات والميركاتو اللي كان متوقع بان الفريق يدير يعني انتدابات كثيره، لان اول شيء كان هناك راحلون، اول شيء ايضا خصو يعز الصفوف ديالو لان ما كانش هناك توازن على مستوى الخطوط، يعني كان رحيل يعني مجموعه من اللاعبين منهم لاعب صانو منهم لاعب بحرون اللي مشى للمولوديه وجده، اللاعب دروغي اللي عرفنا بانه مشى وقع الفريق رجاء بني ملال، اللاعب فضي عمران اللي رجع للرجاء البيضاوي، اللاعب الشاب اللي ايضا انتهت الاعاره ديالو، هذه كلهم ايضا اللاعب سهيل المناوي اللي كان يعني حضر بعض الحصص التدريبيه ولكن ما تدربش، ربما كاين هناك يعني واش مشاورة انه باش يكمل مع الفريق انه باغي يرحل، اذا هذو كلهم تقريبا عناصر اللي غادرات فريق الجمعيه السلاويه.
بالنسبة يعني للانتدابات فبشكل رسمي كاين اللاعب هناك أونزبي، هذا مهاجم ديال فريق ستاد المغربي، كاين أيضا الشقيق ديال ياجو اللي هنا أخبر بأنه وقع بشكل رسمي للجمعية السابقة إلى اللاعب، إضافة اللاعب كبير لاعب ديال اتحاد القاسمي، كاين أيضا لاعب اللي هو بن جدية اللي أيضا وقع الفريق الجمعية السابقة، كاين هناك مفاوضات مع يعني تقريبا 4 ديال اللاعبين آخرين اللي ممكن انهم يلتحقوا لان باقي فريق الجمعيه السنوية يعني بحاجه للاعبين اخرين، وحتى يعني المدرب اللي غادي يجي ربما واش غيسمح له الوقت انه باش كنعرفوا كل مدرب كتكون عنده علاقات مع لاعبين اللي ممكن انهم يجيبهم، واش غيكون راضي على التركيبه البشريه ديال الفريق ام لا. وما نساش انا حتى الحارس حمزه حمودي كانت عنده عروض يعني باقي في الموسم ديالو او باقي في الكونترا ديالو موسم واحد، وممكن انه حتى هو يغادر الفريق في اتجاه يعني وجهه اخرى. وهنا كتبقى كما قلنا ايوب كتبقى على المساله ديال الميركاتو حتى هي يعني فيها نظر، لان كتبان بان حتى ذاك الهاجس المادي يعني كيخلي ان الفريق يعني ما يجيبش يعني لاعبين يعني مجربين، وما نشوفش يعني حتى اللاعب بوسلامه اللي رجع للفريق للجمعيه السابقه، كنعرفوا بوسلامه فهو سبق له انه لعب مع الفريق ساوي سنوات قبل ما يمشي لوداد التماره، ومن بعد الموسم الماضي كان مع اتحاد خميس. اذا تيبان كما قلت لك ان الفريق مازال كيبحث على لاعبين. نعم ايوب، في هذه النقطه هذه انت كنت كتابع مباريات الجمعيه السلويه، لاحظنا بعض الفرق فتبدلات واحد نسبه 80%، شحال نسبه التغير على المستوى التقني فريق الجمعيه السلويه على اللاعبين؟ باقي كما هو، كاين تغير طفيف ولا تغير كبير مقارنه باللائحه ديال العام اللي فات؟ ما غيكونش ما كاينش يعني ايوب، يمكن نقول واحد 50%، لان الا شفنا اللاعبين اللي مشاو فتقريبا كاملين يعني لاعبين عناصر اساسي، حنا كنهضروا هنا على العنصر الاساسي، العنصر اللي كيعطي له بلوس بالنسبه للفريق. كما قلت لك فاسانو فهي لاعب حتى هو يعني كان اساسي، فدي عمران يعني من كان قدم مستوى جيد، اللاعب دغوغي، سهيل المناوي، هادو كلهم اربعه ديال اللاعبين، وما نساوش ايضا حتى بحرو، بحرو اللاعب مهاجم، يعني نقول خمسه ديال اللاعبين الاساسيين، هذا ماشي شيء سهل ايوب، لان الا مشاو خمسه ديال الاساسيين والطاقم التقني، خمسه ديال الاساسيين والطاقم التقني، اذا هذا كله يعني امور كتبين بان الفريق فهو غادي يدخل بواحد كما تيقولوا توب جديد على يعني مستوى التقني، ولا ايضا على مستوى يعني اللاعبين. ولكن الشيء يعني اللي مهم هو ان اذا كان غيكون تغيير يكون تغيير الافضل ايوب، لان ما تديش التغيير اللي يكون مفروض عليك ولكن تجيب تغيير اللي يكون افضل. داكشي قلت لك انا ايوب بان خاص لاعبين اللي يعطيو لو بلوس، يعطيو داك التوازن، يكونوا مجربين، يكونوا اسماء يعني اللي عندها تجربه في القسم الوطني الثاني، كما شفنا يعني جميع الانديه يعني راهي جابت يعني لاعبين تحركت بشكل كبير يعني في سوق الانتقالات. هادشي غادي نشوفوا عليه التغيير، ولو ان باقي الوقت نشوفوا عليه المدرب اللي غادي يجي نشوف واش يعني في هذه الايام هذا يعني مفروض على جمعيه ساري يحسم يعني المدرب على الاقل قبل نهايه هذا الاسبوع هذا، ونشوف هذا المدرب واش ممكن انه يجيب ايضا لاعبين اخرين باش انهم يعطي كما قلنا ذاك التوازن، يغطي ذاك الرحيل ديال مجموعه من اللاعبين اللي كانوا اساسيين بالنسبه لفريق الجمعيه السنويه ايوب.